رعى الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية الملتقى الأول لأمن المعلومات ثقة 2018 الذي تنظمه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بنادي ضباط الأمن العام، ذلك بحضور سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة وزير شؤون الإعلام ومعالي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومعالي مدير عام جهاز المساحة والتسجيل العقاري وعدد من كبار المسؤولين بالوزارات والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى أكثر من 100 من المختصين في مجال أمن المعلومات من الجهات الحكومية. وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية أن انعقاد الملتقى الأول لأمن المعلومات يعكس ضرورة العمل بشكل مشترك على حماية أمن المعلومات، انطلاقا من الأهمية المتزايدة لهذا الموضوع والذي أصبح أحد التحديات الأمنية التي يجب التعامل معها على المستويين المحلي والدولي، خاصة مع ازدياد التهديدات الأمنية الإلكترونية والتي تستهدف مؤسسات اقتصادية وكذلك ما يتعلق منها بالمجال المجتمعي، منوها معاليه إلى ضرورة مواصلة البرامج التدريبية المتخصصة والاستعانة بالتقنيات الحديثة المتطورة بما يسمح بتحصين أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأشار معالي وزير الداخلية إلى أهمية الاطلاع على التجارب الناجحة وتبادل الخبرات والوقوف على الأساليب الحديثة في مواجهة الجريمة الرقمية، معربا معاليه في ختام تصريحه عن شكره وتقديره لكافة العاملين بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والقائمين على مبادرة برنامج ثقة لأمن المعلومات، متمنيا لهم التوفيق والنجاح. من جهته أعرب السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن فخره وامتنانه لهذه الرعاية والدعم الكبيرين من قبل معالي وزير الداخلية لمختلف مشاريع ومبادرات الهيئة، ما ساهم في تنفيذ خطط الهيئة واستراتيجياتها المتماشية مع برنامج عمل الحكومة ورؤيتها في المجالات المتعلقة بأمن المعلومات. وأكد أنه تنفيذا لتوصيات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس الوزراء، تبنت الهيئة اعتماد واستخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية، ونفذت الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها اللجنة ومن ضمنها مبادرة برنامج ثقة لأمن المعلومات الذي تم من خلاله تدريب وبناء قدرات حوالي 2200 موظف حكومي، موضحا أن الهيئة تمكنت من اكتشاف محاولات استهدفت شن هجمات إلكترونية وعمليات لاختراق المنظومة الحكومية، ونجحت الأنظمة الأمنية بالتصدي لها بكفاءة عالية، وتمكنت من حجب حوالي 168 مليون بريد إلكتروني ضار حتى الربع الأول من العام الجاري. هذا وقام معالي وزير الداخلية بتكريم أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وممثلي 15 مؤسسة حكومية لاعتمادها ضمن الجهات التي تمكنت من استيفاء متطلبات برنامج ثقة في مستوياته المتقدم والمبادر، حيث كرم معاليه 7 جهات حكومية وهي وزارة شؤون الإعلام، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة شؤون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، وهيئة البحرين للنفط والغاز، والمجلس الأعلى للبيئة، والمؤسسة الخيرية الملكية، وبدالة البحرين للإنترنت، وذلك لاجتيازها متطلبات مستوى متقدم. فيما تم تكريم 8 جهات حكومية وهي الإدارة العامة لديوان وزير الداخلية، وزارة الداخلية، المحكمة الدستورية، شركة مطار البحرين، هيئة جودة التعليم والتدريب، قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، جهاز المساحة والتسجيل العقاري وديوان الخدمة المدنية، وذلك لاجتيازها متطلبات مستوى مبادر. وفق أحدث الأنظمة والنظريات المعمول بها من أجل توفير كافة الضمانات السرية وأمن المعلومات والبيانات لدى المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، نظمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ملتقى ثقة لأمن المعلومات 2018 بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والمختصين والمهتمين بمجال أمن المعلومات، وذلك في إطار حرص هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على تعزيز الشراكة المجتمعية وتوسيع نطاق الاستفادة من خططها ومبادراتها في مجال الأمن.
مثل ما نعرف اليوم الناس والجهات الحكومية والخاصة مرتبطة بالإنترنت، وبالتالي زادت إمكانية الاختراقات للأنظمة الموجودة. أمن البلد ممكن أنه يتعرض للخطر لو أي جهاز أو أي شخص أو أي موظف في جهة حكومية ما راعى المعايير الأمنية. من خلال برنامج ثقة تم وضع 3 مستويات، مستوى المبادر والمتقدم والمتميز. نحاول نحن نرتقي بالجهات الحكومية أنها تدخل في المستوى الأول وتنتقل من مستوى لمستوى. إحنا أنجزنا مرحلة المبادرة، اليوم وصلنا إلى مرحلة المتقدمة بفضل التعاون بيننا وبين الحكومة الإلكترونية والمعلومات. التعاون كان في هيئة ورش عمل للموظفين لرفع وعيهم بخصوص الأمن السبراني، وكذلك تزويد الشبكة ببرامج حماية على مستوى عالي. تقنية المعلومات تواجه مشاكل أمنية وهجمات أمنية ونسمع نشوفها كل يوم في الأخبار. وجه معالي لوضع معيار موحد إلى جميع المؤسسات الحكومية لأساس الكل يوصل له، واليوم نشوف نتائجه. تطور ورفع المستوى الأمني لا يمكن يستوي في يوم وليلة، محتاج خطوات، مراحل، استثمار، تطوير كفاءات، تطوير أنظمة. فلنشوفه اليوم وين مستوى كل جهة حكومية. وقد خرج الملتقى بتوصيات لتطوير المنظومة الداخلية من خلال خلق الطابع التنافسي الذي يقوم على رفع مستوى أمن المعلومات عن طريق الحوكمة ودعم الجانب التقني والبشري، بما يحقق الريادة الإقليمية والعالمية واستدامة بيئة إلكترونية حكومية موثوقة بها لدى الجهات الحكومية ضمن مستويات المبادرة 3: مبادر ومتميز ومتقدم. يأتي ملتقى ثقة لتأكيد وترسيخ مبادئ تطبيق الأمن المعلوماتي. ومن ناحيتنا كبدالة للإنترنت، إحنا طبعاً مهتمين بهذا الموضوع بشكل كبير جداً، عشان كذي لنا طبعاً يؤدي لتكامل بين الجهات الحكومية. ملتقى يعد مبادرة ممتازة من نوعها لمملكة البحرين، شاركت فيها جميع الجهات الحكومية وإحنا من المشاركين والحائزين على جائزة مبادر، وهي تعد مبادرة جديدة وفريدة من نوعها تطلقها مملكة البحرين لرفع مستوى أمن المعلومات. طبعا إحنا الوزارة المعنية بالمعلومات في الدولة، ولو تم اختراقها بيكون يعني لها الأثر الكبير على مصداقية أي خبر يطلع في الوزارة أو على الدولة. فجاءت توجيهات سعادة الوزير بالحرص والمبادرة بشكل أكبر وأسرع للانتهاء من معظم الخطوات اللازمة في المرحلة الأولى. جهود كبيرة في المجال الإلكتروني لخلق بيئة تتميز بالثقة والأمان، والتي جعلت من مملكة البحرين نموذجا يحتذى به على الصعيد التقني نحو مملكة آمنة من التهديدات الإلكترونية. ملتقى لم يقفل عن تسليط الضوء على عملية إدارة المخاطر والتهديدات المتصلة بأمن المعلومات، وبين قوة نجاح استراتيجية الحكومة في التحول الإلكتروني في ظل الاستخدام المتزايد للأجهزة الذكية. طلال نايف، لتلفزيون البحرين.